الإدارة الجديدة قامت بخطوة وأنا بشكر عليها بدفع رواتب اللاعبين عن الشهر الماضي. هذه خطوة عملت ارتياح للجميع. الحقيقة الإدارة الحالية مطلوب منا إعادة البناء من جديد. يعني أنا ما بدي بشكل عام الإدارة السابقة ما عملت شيء. فإذا أنت جيت على أنقاض بدك تبني من جديد. المطلوب منا بالمرحلة القادمة أهم شغلة الاهتمام بفرق القواعد بمدرسة الصغار. لين هدول دائما وابدا مدرسه الصغار انطلقت مدرسه الصغار. فرق القواعد عندنا فتره تصير بعد انتهاء الامتحانات كله لازم يرجع ويتدرب من جديد تحضيرا للاستحقاقات القادمه. الحقيقه اذا في امكانيه وطالما موجود وفي داعمين اعاده عدد من اللاعبين تشرين الى النادي. الحقيقه النادي بواقع الحالي بحاجه لعدد من اللاعبين. عندنا مجموعه من اللاعبين تشرين اللي اثبتوا فعاليه كانوا نجوم بكل معنى الكلمة سواء مع نادي الوحدة أو مع نادي الجيش أو مع نادي الشرطة. إذا في إمكانية إعادة عدد من هؤلاء اللاعبين للفريق لتدعيمه للموسم القادم. إذا المجموعة بالإضافة إلى تفعيل لعبة كرة الطائرة من جديد في النادي. في شغل على موضوع كرة السلة. الشيء الوحيد اللي كان بيحس بنفسي زميل عبدالله كنت أتمنى يعني إدارة فيها 6 أعضاء ما كانوا فاعلين. في كان شخص عضو مجلس إدارة اللي هو ياسر بغداد بطل كاراتيه وكان مستلم اللعبة وأخذنا مركز أول كنادي تشرين على مستوى القطر. الحقيقة كان بتمنى هذا الشخص لو بقي في مجلس الإدارة مكافأة للناس اللي بيشتغلوا. يعني أنا سويت الكل مع بعضهم اللي بيشتغلوا اللي ما بيشتغل. كان هذا الشخص من المفروض أن يبقى في مجلس الإدارة ويكون مسؤول عن الألعاب الفردية. إذن من خلال ذلك جاءت إدارة الجديدة نتمنى لها التوفيق. بكل تأكيد نحن إلى جانب كل إدارات الأندية في المحافظة لسنا مع أحد أو ضد أحد، لكن نتمنى أن يكون الصح في المرحلة القادمة في أول خطوة أعتقد في مسابقة كأس الجمهورية. يعني بدأت ملامح حول الإدارة الجديدة عدم نجاحها في يعني قيادة الأمر مع اتحاد كرة القدم واتخاذ الإجراءات اللازمة. كان من المفروض على الإدارة أن تقف يعني وبحزم في وجه اتحاد كرة القدم أن لا تسمح له بإقامة المباراة في دمشق. فرصة يعني بتفوز على الشرطة بتلعب على النهائي أول أو ثاني سوريا ممكن تشارك بكأس الاتحاد الآسيوي. يعني فرصة ذهبية الحقيقة ضاعت وما فينا نحطها إلا بخان. يعني منهم ببين ضعف وقوة الإدارة. أنا لو كنت مكان إدارة نادي تشرين لطلبت بقوة وحزم أني إما ذهاب إياب وأما إقامته في ملعب حيادي، وبالتالي كنت امتلكت الفرصة للوصول إلى المباراة. حتى لو خسرت ما حدا بقى بيعتب عليك، أنت عملت واجبة. أما أن تقام المباراة فجأة في العاصمة وفي ملعب نادي المحافظة فبالتالي أفضلية من كل النواحي لمصلحة فريق الشرطة. وهذا الشيء الحقيقة مباراة تشرين في 17/6 أقيمت باستعجال، يعني مستعجلين يلعبوا تشرين يلا ويطلع برات المسابقة ويتأهل الشرطة على النهائي، بينما الجيش والوحدة ما عندهم أي شيء، مخلصين دوري وقاعدين ناطرين يعني بس أي يعني نشاط. كانت أي الخطوة الأولى زميل عبد الله لازم تكون عملوا مباراة بواحد 7. الخطوة الأولى كان لازم تكون إدارة نادي تشرين قدمت اعتراض على موعد وما وافقت أبدا. إجباري هم بهالحالة اتحاد كرة القدم بده يعيد النظر. يعني ليش ما بتعاملني مثل باقي أندية دمشق؟ يعني هذه مشكلة. ما بعرف، أنا بعتبر أول اختبار ما كان ناجح بالنسبة لمجلس الإدارة. كان لازم يكون شو خلفيات الموضوع زميل عبد الله، أنا ما بعرف ولا أنت بتعرف. نعم. ومع ذلك نحن عم نقول من المفروض كان أن الإدارة تكون دافعت وبقوة عن الموضوع أني إما تأجيل موعد المباراة وبعدين البدء. طبعا نحن ما رح ندخل باللغط اللي عم يصير بالشارع الرياضي أنه الإدارة وافقت والإدارة مقابل إقامة الفريق في دمشق والحكي اللي عم ينحكى. لا لا أبدا، أنا بالعكس سمعت عرض قدمه رئيس نادي تشرين أني لفريق الشرطة أن يلعبوا المباراة في اللاذقية وإقامة 5 أيام على حسابه هو. يعني أنا سمعت هذا الحديث. فنحن لا نتهم الإدارة أبدا، ولكن شو خلفيات الموضوع ممكن اتحاد كرة كما فهمت من أمين سر أني هو يحدد المباراة في دمشق. بهيك حالي لازم تكون الإدارة اعترضت. بس لفهمت كمان مثل ما خلال لقائك زميل عبدالله مع أمين سر نادي تشرين خالد برادي قال أني الجهاز التدريبي ما كان عنده مشكلة بإقامة المباراة في دمشق على ملعب تارتان كونه عم يتدرب على نفس الملعب. ما بدنا ندخل بهالجدل هذا، انه هالكلام هذا اللي تحدث فيه امين سر نادي تشرين كان في برنامج جول عبر اذاعه امواج اف ام يوم الثلاثاء قبل موعد المباراه بيوم،
وتحدث في اللقاء أمين سر نادي تشرين من فندق إقامة الفريق بدمشق أن إقامة المباراة على ملعب تارتاني في دمشق يعني أو في أي مكان آخر، المهم ملعب تارتاني، هذا متطلبات إدارة النادي، لأن الفريق تشرين طيلة الفترة الماضية كان عم يتدرب على ملعب تارتاني. ومع ذلك يعني بالمحصلة زميل عبد الله بالحلقات القادمة بإمكانك تستضيف أحد من نادي تشرين أعضاء مجلس الإدارة ويوضح يعني الأسباب. يعني ما بخفيك سر، حتى كنا اليوم على أساس أنه نكون مع الكابتن غسان قرعبي عضو مجلس إدارة، لكن يعني سفر الفريق من دمشق إلى اللاذقية تم الساعة 11 صباحا وموعد البرنامج الساعة 2، فلم يتنجح مساعينا في استضافة كابتن غسان ليضعنا بصورة الأوضاع الحقيقية حول المباراة. حتى بحلقة سابقة من برنامج قول زميل عبد الله، فأنت حكيت مع الكابتن غسان وكثير تحدث عن الأجواء الإيجابية للفريق، فكل جمهور تشرين محبين نادي تشرين الكل عاش هذه الحالة من التفاؤل إن الفريق بالإمكان يعمل نتيجة كويسة مع فريق الشرطة يوصل للمباراة النهائية، خاصة إن الإدارة قدمت ما عليها، يعني قدمت لما بتدفع رواتب للاعبين قبل المباراة مستحقات على الإدارة السابقة وتقوم أنت بدفعها، فهي خطوة إيجابية رفعت من معنويات اللاعبين، بس على أرض الملعب الحقيقة في ناس فنيين ممكن يتحدث الكابتن غسان في حلقة قادمة. نعم، ناخذ هيك معنا أسئلة كثيرة بناخذهم هيك يعني أجوبة لو كانت مختصرة لكن معبرة. كيف بتقيم نتائج فريق تشرين هالموسم؟ هو الوحيد الباقي من أندية اللاذقية بدور المحترفين. هذا أعزائنا أني بقي نادي من المحافظة بدور الدرجة بدور المحترفين، بالذهاب كانت نتائج تشرين مميزة احتل المركز الثالث، بالإياب كانت سيئة جدا، ولولا نتائج الذهاب لهبطت تشرين. سبب التراجع؟ سبب التراجع أنا بحمل قلت لك المسؤولية الكاملة لإدارة النادي، ما عندكم إمكانية تقدموا ما يلزم مستلزمات الفريق وراتب للفريق، كان لازم يمشوا من زمان. نتائج حطينها الموسم كيف بتقيمها؟ خاصة أن الإياب ما اختلف كثير عن الذهاب، 5 نقاط بالذهاب 7 نقاط بالإياب. يعني كنا نتمنى تكرار سيناريو الموسم الماضي، حطين في الذهاب في دمشق حصل على 6 نقاط، باللاذقية حقق بطل إياب. لو نتائج حطين في هذا الموسم مثل الموسم الماضي كان ربما كان دخل وتأهل على الدور النهائي. الحقيقة كانت نتائجه سيئة في الذهاب والإياب، 5 نقاط تحسن قليل جدا في الإياب مقابل نقطتين جمع 7 نقاط، 12 نقطة لفريق حطين مقابل 37 نقطة لفريق الوحدة، 3 أضعاف. فحالة طبيعية كان أمام هذه النتائج نياب حطين في جهود انبذلت، بس الحقيقة وبكل صراحة بدي أحكيك إني بيحطين كتير ناس ابتعدوا لما النادي دخل بأزمة، فبدل ما يدعموا النادي ابتعدوا عن النادي، كان أحد أسباب الهبوط ابتعاد الخبرات والمحبين والداعمين. مين بتحمل مسؤولية هبوط حطين؟ والله الكل بيتحمل، يعني أنا وجهة نظري الكل بيتحمل مسؤولية هبوط حطين، لأن العمل الرياضي زميل عبد الله هو حلقة سلسلة متواصلة، الإدارة بتتحمل قسم كبير، الجهاز التدريبي بيتحمل قسم، اللاعبين بيتحملوا قسم، الداعمين قسم، كل بيتحمل مسؤولية. حتى يكون حطين بخير وبعافية، شو المطلوب وشو ممكن تحكي عن الواقع الإداري في نادي حطين؟ بكل صراحة الواقع الإداري حاليا سيء جدا، والمطلوب إعادة تشكيل إدارة جديدة لنادي حطين. هذه الإدارة الجديدة نتمنى تضم ناس أكاديميين وخبرات وداعمين، هالمسألة هذه حطين بحاجة حتى يعود لا سمح الله نزل يعني حطين، وهالإشاعة اللي عم تحكيها أنت إشاعة قوية، ولكن يبقى القرار بيد المكتب التنفيذي، يبقى الكلام مجرد إشاعة. إشاعة تماما. نعم. تماما، نحن نأمل أن يكون هالإشاعة صحيحة إن شاء الله ويبقى حطين، الحقيقة بيهمنا جدا بقاء، ومع ذلك أني حطين بحاجة إلى إعادة نظر على كافة الصعود، والبداية تكون من خلال مجلس إدارة قوي بالإمكان يقود نادي حطين نحو الأفضل، وفي ناس حابين يشتغلوا، في أكاديميين. زميل عبد الله دائما نحكي بالخبرات، بتصدي بعض الخبرات دائما لابد من وجودهم، ولكن بعض الخبرات لحد الآن عايشة بعقلية السبعينات والثمانينيات في الوقت اللي نحن في عصر الاحتراف، سادون عم يعيشوا كذا، لا كتير اختلف الوضع، ولازم تجيب أنت وجوه شابة الحقيقة وتملك الكفاءة وتملك القدرة على أني تنهض بنادي حطين من جديد. نعم. جبلة حاول في الإياب أن يحسن من نتائجه لكن ما باليد حيلة، هبط
واصبح يعني من اعداد انديه الدرجه الثانيه الا ان تحققت الشائعه والغي الهبوط. كمان من ضمن مشكلات نادي حطين هو الخلافات، المشكلات الاداريه، عفوا جبله، المشكلات الاداريه بنادي جبله، وانعكست الحقيقه على واقع الفريق في الذهاب، فريق لم يحقق سوى نقطتين في كل مرحله الذهاب، بالاياب تحسنت النتائج بوجود الإدارة الجديدة. الحقيقة بكل صراحة وجود الإدارة الجديدة حسنت من النتائج، ولكن لم تكن كافية للبقاء. حطين جبلي مثل حطين كمان أنا من وجهة نظري بحاجة إلى إعادة نظر. كان في عنا كتير أسئلة وحكي بدنا نحكي، لكن عم يقولوا لي بالكنترول انتهى الوقت. الكلمة الأخيرة سمير. والله أتمنى الحقيقة عودة حطين وجبلي إلى مصاف، أتمنى إعادة النظر عند تشكيل إدارات الأندية، يكون في هيك دراسة عميقة وفعلا نجيب الناس الأكفأ إلى إدارة الأندية. الأساس هو النادي، إذا كانت الإدارة فاشلة فالنادي فاشل. وبتمنى التوفيق ورمضان كريم على كل السوريين قيادة وشعبا وجيشا. شكرا لك زميلنا الإعلامي سمير علي، شكرا لمتابعتكم، إن رمضان كريم، والتقى الجدد يوم الخميس القادم.